اسمح لنا نبتدي معاك بالعظمه اللي المغرب بتعملها. اكيد دي لازم يتوقف عندها شويه حلوين طبعاً. ونتامل الانجاز، وخصوصا زي ما كانت نواد بتقول من شويه، انجاز بالكيفيه دي ما ينفعش يكون جه صدفه. كان ممكن نشوفها في ماتش او حاجه، لكن ان يبقى في استمراريه واستدامه على نفس المستوى العالي والاداء المفاجئ لكل الناس، يعني الحقيقه حتى اكثر المتفائلين تفاؤلا كان صعب يتخيل ان احنا بنتكلم دلوقتي على ان المغرب في المربع الذهبي. صحيح. كيف رايت اللقاء الامس بين المغرب والبرتغال؟ هو للامانه انا كنت متوقع المغرب حتى تتجاوز البرتغال، بس اللي ما كنتش متوقعه اصلا من البدايه ان المغرب تقدر توصل للمرحله دي. دور الثمانيه وانت تقدر توصل للدور قبل النهائي، ده اكيد ما كنتش متوقعه. بس خليني اقول لك ان انت بتتجاوز كرواتيا، بتتجاوز بلجيكا، تقدر انت تعدي بكلين شيت من الماتشين، ده ما يعني صعب جدا على منتخب عربي او افريقي ان هو يقدر يعمل كده مع وصيف بطل العالم ومع تالت العالم. صحيح. الهدف الوحيد اللي دخل مرمى المغرب في البطوله لغايه دلوقتي من كندا، وهدف عكسي. حتى الان ما فيش مهاجم. احنا المغرب مسيرتها لغايه دلوقتي كرواتيا، بلجيكا، نسيب كندا على جنب، يعني بقى استثنائيه كده، اسبانيا، البرتغال، اربعه من عمالقه اوروبا، اربعه من اقوى خمس او ثمان منتخبات في اوروبا. صحيح. الاربع منتخبات دول ما فيش ولا منتخب فيهم ما فيش مهاجم قدر ان هو يسجل ايا كان الاسماء. انت بتتكلم على البرتغال منتخب كريستيانو طبعا، اسبانيا عمالقه التيكي تاكا في العالم اللي هو بيجريك ورا الكوره 90 دقيقه طبعا، ما فيش بمهاجمه طبعا مراته، ما فيش اهداف تدخل مرمى المغرب. بلجيكا بصناعه اللعب، هازارد ودي بروين اللي هو بيوصل طبعا اي مهاجم في العالم للجون، ممكن يوصله في المباراه ثلاث واربع فرص تهديفيه، ما بيقدروش ان هم يتجاوزوا دفاع المغرب. دي كده انت بتتكلم على منظومه، منظومه بتدافع يعني، او بتلعب، مش عايز اقول بتدافع، هي بتلعب بستايل صعب اختراقه. فكره انت تلعب باربعه واحد اربعه واحد قدام كل المنتخبات، ما بتغيرش اسلوب لعبك، ما بتغيرش طريقه لعبك بناء على الخصم. انا حفرض اسلوبي وحفرض الطبع بتاعي. وجود لاعب زي مرابط لوحده في مركز محور الارتكاز، مغطي ورا الاربعه اللي هم اللي بيلعبوا ورا المهاجم وليهم ادوار دفاعيه اكيد وبيرجعوا يغطوا، بس الستايل والتحركات جوه الملعب بتحسسك ان انت بتدافع بال 11 لعيب، وفجاه امبارح بالظبط امبارح كان في تحول عظيم قوي في هجمه اتعملت في الشوط الثاني، احنا لقينا فجاه المغرب رايحه بخمس لعيب على مرمى البرتغال. ده كده انت بتتكلم بقى في ستايل، بتتكلم في منظومه. المبرر بتاع ان المدرب بيبقى مزنوق قبل البطولات وان ثلاث شهور مش كفايه والكلام اللي بيتقال ده اتقتل. ايوه صح. المغرب بالرجراج هو ما لحقش ياخد على المنتخب، اصل مش عارف المنتخب ما خدش عليه. لا، المدرب الشاطر شاطر. صح. واللعيب المبررات دي بقى كفايه بالظبط يعني. واللعيب اللي متاسس ومتربي صح، سواء في اكاديميته في بلده او في اوروبا، في فرنسا وفي هولندا وفي في الدول اللي لعيبه المغرب بتلعب فيها، بيخليه يندمج مع المنظومه بسرعه جدا. ومبقاش غريب كمان عن الكره الاوروبيه باي شكل. طبعا هو صحيح. متعود على الجو ده ومتعود على اللعيبه دي وبيقابلهم على طول. انت عايز اقول لك، انت امبارح احنا المغرب بتلعب في غياب مزراوي، نايف اكرد، وسايس مصاب، واضطر يعني الرجراج ان هو يبدله مع بدايه الشوط الثاني. بتتكلم منظومه زي دي بيغيب منها ثلاث لعيبه في الخط الدفاعي، ثلاثه في الخط الدفاعي وما تحسش انت. صحيح. اليوميكو امبارح بيلعب، احنا الاسم جديد علينا، ولاعب في النهايه مش في فريق كبير في اوروبا، وبيلعب في بلد الوليد. عندك عطيه الله لعيب محلي اصلا في الوداد المغربي، بيلعب في مركز الباك مكان مزراوي. هل حد حس ان في اختلاف في الخط الدفاعي للمغرب امبارح؟ نهائي. وقدام مين؟ قدام رونالدو وكاتبته وبرونو وجواو فيليكس واللعيبه دي كلها اللي هي بتخترق اي دفاع في العالم بمنتهى السهوله مع انديتها، او حتى مع منتخب البرتغال. انت بتتكلم منتخب البرتغال هو في النهايه مرشح ان هو يفوز بكاس العالم.